محمد مختاري توحشتك. توحشك الخير. الله غير توحشناك. ثاني توحشك. مرحبا بك، يسلمك. مرحبا بك في الوجه الآخر، هذا الحصة المتجددة إن شاء الله نعيش معك أوقات مسلية وفنية، وعندك ما تحكي لنا اليوم، على عندك مسيرة ما شاء الله طويلة في هذا المتحف الجميل اللي هو فندق الجزائر. هل من ذكرى ولا من ذكريات في هذا؟ نقدر نقول جوزت فيه شوية من صغري حنايا، والله العظيم ملي استقل لهنا بدينا نخدموا هنايا في يعني نعملوا كيف نقولوا حفلات اي دي ريسبسيون ولا استقبالات وكذا هنايا. نعم. مع الفرقه نتاع هنا في سان جورج. مقوله اليوم ان شاء الله تعجبك، خبز بلادي بالشوك تحت المطر، ولا الغربه ولو يسكنوك في قصر. Une galette dans mon pays sur des épines avec pour toi le ciel vaut mieux qu'un exil doré d'ambre et de miel. J'en ai une plus belle. واش تقول لنا عليها سي مختاري؟ بتاتر وقال يمكن شابه كيما هذه. انا ولد الغربه، معناتها نعرف شنو هي الغربه وشنو معناتها الغريب، واش سوى بلادي باش نقيم بلادي. كي يروح الانسان للغربه يعرف يقيم بلاده واش تسوى. صحيح. انا نقول على حسب متجوز انا في 50 سنه غربه 50 يعني ما شفت هادي وعش جمال. نقول انا نشرب المر في بلادي ولا العسل في بلدان الناس. ما شاء الله. وي الحق، علاش انا نشوف واش راه صاير الدنيا راهي صعيبه تماك بزاف. هاني في بلادي غير نشم الريحه تاع بلادي نرتاح، إلا ما كانش نرقد نصيبو نرقد، ولا ما كانش ناكل يوكلوك ويشربوك من المحال. ما كانش نصيبه مسكين ميزر فيها. كيما نقولوا سي مختاري، وطني وطني لو نرقد فراش الحرير والقطني. هذه هي واحد الغنيه يقولها سليم هلالي، ارجع لبلادك يا بنادم في بلاد الناس غريب. ارجع لبلادك يا بنادم في بلاد الناس غريب، تلقى فيك اهلك وولادك. لا 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 نسيت هاك الكلام. ما شاء الله. اي هذا انت الصوت مازال ما شاء الله. ارجع لبلاد هذه من زمان ديجا. نعم نعم. والجزائري تخيل كاع المغاربه، الجزائري حالته مسكين في الغربه. اي كان الاستعمار الفرنسي زمان هنا وكانت الميزيريه يعني وتغرب وراح تغرب والمره يعني نقولوا احنا يقدر يحمد ربي في الحاله تاع الخل اللي راه فيها اليوم، يقدر يحمد ربي. نعم نعم. انا ساعه نشوف الشباب قولوا لا تحب تغرب روح تغرب، بصح ما تهضرش على بلادك خاطر احنا نعرفوا القيمه تاع البلاد. صح. تحب تغرب روح سهل. نعم. بصح ما تقولش بلادي ماشي مليحه، لا ماشي مليحه روح وخليها. كي يتغرب يولي يقول بلادي مليحه، يولي يعرف القيمه تاع البلاد. انا بلادي نموت عليها. صحيح. واعطيت عليه واش اللي قدرت. نعم. ونحب ما نقدرش نتكلم، نقول ما عملت الشيء الواجب باش راني اليوم جالس في هذا الاوتيل. هذا شكون اللي يقعد في الاوتيل؟ احنا نقعدوا فيه. والله ما نحطوا رجلينا فيه. صحيح. انا ولا هذاك الاوتيل اليتي ولا. نعم. لا ريو ديزلي لا ريو كي راي اللي يدوس ما عندناش. نعم. ما كاش عندنا حق. نعم. اليوم رانا احنا رانا في دارنا هنا. ما شاء الله. استاذ محمد مختاري عازف منفرد وسوليست على اله الكمانجه، كيف كانت يعني البدايه من البدايه ورحت حتى للعالميه هذه؟ تكلمنا شويه على هذا المشوار هذا. البدايه كان في عمري شحال 10 هكذاك كنت في المدرسة. نعم. 10 نعم دائما أو 8 10 كنت ما نحبش المدرسة. بديت صغير يعني ولحقت بالخف للعالمية. يعني ماشي بالخف يعني تعبت. نعم بالعمل المتواصل. إيه وكانت داتني نوع من الغيرة. نعم. إيه شفت ناس هكذا يعصفوا الآخر شاد الفيولون، لا كنت نضرب نقصر بالموندولين. نعم. شفت واحد الاخ في الملحومه يضرب هكذا شاد الكمانجة ما نعرفهاش انايا. عجبني الصوت تاعها قلت شنو هذه؟ قال لي فيولون دا فيولون. وانا شفتها في لي زاكتواليتي زمان يوريو لي فيلم هكذاك تاع لي زاكتواليتي. فوي اسكو سيتي
il y avait des musiciens français. À l'époque, ils jouaient du violon, des orchestres symphoniques. Je savais ce que c'était qu'un violon. Et à propos de l'orchestre symphonique, عزفت انت نوبة المزموم وخذيتو جائزة ما شاء الله عالمية عالمية في حتى في الاتحاد السوفيتي هذاك الوقت وفي موسكو في موسكو 85 مع من عزفت هذا النوبة المزموم هذا النوبة عزفتها معه هو اللي عملها التوزيع ديالها جديد نعم خاطر المعزف معزوف القطعة هذه معروفة من زمان في عهد الأندلس نعم نعم في وقت قبل ما يجي موزار ولا بيتوفن نعم قرطبة وغرناطة أيوة صح يا ني موزار ني بيتوفن نعم يا فيل الفلام يا فيل الأندلو نعم هذه لا سويت اللي اكزيستي ديجا من قبل يعني الوصلة كانت موجودة عند الأندلس أهل الأندلس عند الشيخ الزرياب والموسيلي ابن باجا ونعم ايه الملحنين هذوك تاع دونك النوبة هذه مع النوب الاخرين مع اللي كاين يقولوا كاين في 24 نوبة ياك نعم احنا نشوفوا عليها على 12 اللي قعدوا يقعدوا قعدوا كاملين وصحاح وصحاح نعم دونك النوبة هذه خرجة من في ذاك العصر هذاك نعم وانتوما دخلتوها مع في الجوق السيمفوني ايه بوجمي الله يمام واللي كان بوجمي مرزاق هما من قبل كانوا يجربوا النصارى اللي كانوا هنا كانوا عندهم الاوركستر تاع الكونسيرفاتوار داير الاوركستر سيمفوني وداير حاولوا يعزفوها عزفوها كيما سان سونس وكيما نعم وشكون يعزف كان جمعه يخلطوا في الموسيقى الاندلسيه هذه وكان يخدموها طبيعيه يعني غير عاديه هما كانوا دي بالالات التقليديه نعم ولي زوركستر كانوا يخدموها افيك لي زوركستر افيك لي زوركستر سيمفونيك بصح ما فيهاش توزيع يعزفوها طبيعيه اما لما لحق ابو جميل الله يرحمه التجربة الأولى هذه التجربة الأولى نعم. ولكن كانت صحيحة صحيحة نعم صحيحة سبحان الله من الأول جابت قولوا احنا يا نجاح ايه نسمح يغنيوها صح ما سمعتهاش نخدم غير الموسيقى برك وشكون كان يغنيها هذاك الوقت كانوا الأصوات تاع الرجال ايه رجال صحيح شكون اللي كان سمعتوا منها انت سمعتك انت انا جيت من بعد جيت من بعد غنيتيها جيت من بعدكم جيت من بعد الأصوات الرجالية تاع الرجال إيه صح بالصح أنت خدمت بالك مع مشايخ تاع زمان اللي كانوا يخدموا هذه الموسيقى الأندلسية حمام العاشور شكون فكريني حاج المحفوظ حاج المحفوظ زيدي وكاين عندنا الشيخ حاج المحفوظ صادق قولي لي بالله يا الشمعة يتوصف نعم. كنت نسمعها أنايا وكانت غنيها إما الله يرحمها دوكا سي مختاري عزف لنا مقطوعة شوية على هذا الطبع المزموم اللي هو يعني سي دو ماجور شوفي ماجور على الفا موزار نعم جا في لون 1700 كي جا كل الطبع هذاك موجود يعني حبيت تقول هذا الوصلة نتاع في الطبع المزموم كانت موجودة من قبل الموسيقيين والطبع نعم. ديها لو مود نتاعها باين فا ماجور ايه La petite musique de nuit. Oui, oui. Eh. Je te donne l'asab. C'est de la musicothérapie. هذه من بعد كي خدمها مرزاق عطاها الاوركستراسيون ولات تبان دون لو ستيل دو لا ميم نقولوا احنا ال اللي فير لو كوتي دو موزار ايتو سا سي نورمال ولات كيما تدخل الموسيقى العالميه دخلت في العالميه نعم. دخلت في العالميه سمعتها عندك يعني سمعتها شابه بزاف ومادا بيا لو سمحت دير نوتات منها اي غير شويه باش المشاهد الكريم نعطيك يسمع طبع المزموم بالك طبع المزموم برك شويه من عندك وانت تعبان ولكن ما شاء الله انا تعبان تاع الصح ولكن معليش شويه معليش Oh,
اكزومبل. الله الله شابة يعطيك الصحة. هذه في 69 شباب في 69 إيه كنت أنا ما زال بديت نغني. نعم درا يا لا يا لا يا لا لله ما أصعب الراحل. يوم بعد ساعة موسيقى وصلت. أما العزف نتاعها نعم نعم ما شاء الله يعطيك الصحة والشرف. خدمت فيها بزاف لي بارتيسيون هذا ولا اللي هنا على بالي تقرا النوطه ولازم كيف جابت النتيجه عليه. نعم قلت لك تقرا النوطه ولازم التقنيات تكون ما شاء الله وقريتها لا جوستيس. نعم الو شكون كان يرافقني نقول لك عليه. نعم قول لي كيف با تادرون الله يرحمه برحمه الله عليلو عليلو الله يرحمه. خدمت معاه كان يوقف معايا قلت له يعني يا اخواني كرهت نحب نخدم مرزاق على بكي كان عبقري في الايقاع. إيه نعم يقول لي مرزاق يقول لي تو با ديكوراجي اون فايلين اون يغيبغا. قال لي ريح روح هنا. قال لي روح صباح بكري ونعطيك كيفاش تدخل كاين الحساب ديالها كاين شتيك كمان تم تا دوم تا 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 اخدمها بالذات ديالك معناتها بالونس توا يعني لا بولساسيون هذاك الايقاع لازم يكون داخلك. قال لي لست بالونسي طون كور. قال لي خدمي الذات تخلي تمشي مع الميزان. صحيح جمعه وانا معاه. صحيح يجي فيني يعني كملت بس سجلتها ونجحت فيها. ماشي انا نجحت الجزائر كلها نجحت. يعطيك الصحه والله مشكور يعني هذا النجاح ديالك اللي وصلتو لنا للعالميه وصلت لنا الموسيقى المحليه يعني والاصيله الجزائريه للعالميه. سخونه بزاف كاين ما مش فاهمين. نعم هذيك حاجه كبيره كيفاش لو كان فاهمين يعني كانوا في الحقيقه على الاقل يحترمونا غير على التعب اللي تعبناه باش بينا القيمه نتاع الفن. نعم. الجزائري. نعم النوبة كانت تنعزف بأكملها يعني من البداية إلى النهاية بآلة الكمانجة كاملة. ما كانش الصوت تغنات كاملة. نعم. من الأول حتى الأخير. نعم. باش نخدمها ونغنيها ونعزفها كان المرحوم رحمه الله تاني دحمان بن عاشور. رحت لي للبليدة قال لي مرزا قال لي محمد قال لي هالسيدي لو 33 تور. نعم. اسمع. نعم. قلت له يغنيها. قال لي رحت ليه انا احسن عمي دحمان. قلت له الحاله كيف. قال لي ما تخافش فونس. قال لي امشي ما تخافش كاع. قال لي واش دير خدم عطالك الاسس يعني. وخديت عليه. نعم. خديت عليه وعزفته وخدمته ونجحت. يعطيك الصحه. بروميير سواري لوفيرتور نتاعها في الاذاعه الوطنيه لوديتيريوم. اي وي عملناها كانت بحضور ما نعرفش شحال من دوله حاضره. نعم حاضر فيها رحمه الله محمد الصديق بن يحيى اللي كان اول وزير الثقافه. نعم نعم مصطفى التومي الله يرحمه مدير الثقافه مدير في الوزاره ايضا مدير الثقافه. نعم كاتب الله يرحمه ودالي سفير هما اللي انا جيت مسكين في كل ورده في الوسط قالوا شوف حبينا نشموك انت راك ورده حبينا نشموك ثم شويه انا قال لي انت مي كون جي كون جي فيني كيما كملت الليله. نعم. ضربت فيها 4 شهور وانا مريض مرضت. ايه. تحت مريض ايه خاطر لو ستريس وهذاك. نعم الخلعه هذيك اللي خديتها. نعم. نجحت في لاسواغي. نعم. قلت لك القاعه ناضت كامل ما شاء الله حبطت من الصافا الله يرحمه بالدمعة مستحدي بالدمعة حبطوا من واسمو نخزر في مكتب بهم هذو كاسكيزون علاش وطن هما يزون ايتي شوكي. هذا الشيء الامنيه العزيزه والكبيره اللي كانوا يتمنوها عجيبة حققتها. ايه ومن حتى طلعت ولات سمعت هذه القطعه في واحد ماشي مهرجان نقولوا احنا سيمبوزيوم عالمي. نعم. لقاء عالمي في الموسيقى واش جاب الجزائر في الوسط. البارح كانت مسكينه تحت
تحت صبابة المستعمر سولي بوت. نعم. واليوم راهي طالعه راسها مرفوع طالعه الفوق الحمد لله والشكر لله. نعم. كل الموسيقى العالميه راهي هنا في نعم. مخي. نعم. نعم. يتعب الانسان. سي محمد مختاري تكلم لي وين زايد الطفل الصغير محمد؟ زايد في حومه فقيره. حومه فقيره ولكن فيها الرجال. حومه فقيره. قال لك اعطيني دار الرجال وما تعطينيش دار المال. حي الرجال تملك بريطانا. وين احكي لي على هذيك القصه هذيك اللي حكيتها لي في الزياده ديالك. وما هي كاين قصص عندي بزاف عندك بزاف كما قال الاخر لو نزيد نعيد قصتي نعمر 1000 كتاب. صحيح. شابه هذه هي العنقه الله يرحمه برحمه الله. قول لي الوالده الله يرحمها قبل ما تزيد واش صرا لها؟ كانت مدعيه بالخير. نعم. اسمها يمينه الله يرحمها. هاي ذكرت لي وزايد يوم الاثنين. ايه نجيك بالاثنين. نعم. واش تشوف الرؤيا؟ تشوف باللي يوقف عليها حداك هو الملك ما كانش حاجه واحده اخرى. يقول لها راه يزيد عندك طفل او ولد وسميه محمد. نزيد نهار الاثنين. نعم. يوم زياده الرسول محمد عليه الصلاه والسلام. والسلام. حاجه عظيمه. ماشي يكرم لي ربي ذاك النهار انا. والله غير مكرم سي مختاري محمد. ذاك النهار. يعني ربي يعطيك كيفاش نوصل الشهرة في زيادة يا طفلة. نعم نوصل العالمية وما قالش كيما الآخرين. صحيح. عالمية. صحيح. هذه بركة الله. صحيح. والوالدين وسيدنا محمد. نعم. إيه. ومن بعد كي قبلاتك القابلة هذه يا كيسو دوطخ حاجة واحدة أخرى حاجة سرية. نعم. حاجة سرية يعني بها غلة. نعم. قلت لك دخل باب حطوني في المهد. وبقيت نبكي. شكون اللي قبلاتك؟ قبلتني واحد النصرانيه الله يرحمها. علاش نقول الله يرحمها؟ كانت تستقبل الفقراء والفقيرات ما عندهمش مساكن مع جده. كانت متدينه يستقبل يعني هذوك الفقيرات مساكن يروحوا لهم ديارهم يعني يوسعوا عليهم كذا وكذا وخذوا دعوه الخير واسمها ماري كيرسي. مريم كيما مريم العذراء. ماري كيرسي وجدها علجيه الله يرحمها. على بالك تجيني هيك كونطان. لا تسمي محمد وهي اسمها امينه وبابها اسمه احمد. يا سعد يوم الاثنين. بركه من عند ربي. بركه من عند ربي. ومن بعد المرحوم الوالد باباك الله يرحمه توفى وخلاك صغير. خلاني في عمري 5 سنين بالك ولا مش عارف. نعم. هكذاك. والام امينه الله يرحمها قعدت وحدها كيفاش تدير؟ ليها ربي باش تربيكم. تعذبت كذا بصح نجحنا احنا ثاني نجحنا في المدرسه نجحنا. انا وقفت معايا وقفه كبيره من بعد كبدت الموسيقى من بعد 13 سنه 14 سنه وقفت معايا عاونتني ووقفت معايا وكانت تخدم ذاك الوقت وصلت بعد. تقدر تحكي لي شويه على المدرسه في بالكور مالها والمدرسه؟ هل عندك ذكريات ولا ذكرى ولا المدرسه يعني كما شي المدرسه بالك مانيش هنا. كانت واحد المدرسه يعني من الناس الملاح من الناس تاع التربيه تاع الادب تاع كذا. كانت قرينا وانا كنت قبيح ما نحبش القرايه. كنت خفيف. ما نحبش القرايه وعلى بالك كاني خفيف. علاش بيرتوربي. ايوا كنت عصبي بزاف. نعم. نقباح في القاعه في الكلاس. نعم. دخلت نطيح عند هذا مادموازيل فلانه. كيفاش كانت؟ ان بلوند بير دام الله وانا صغيره هكذا تشوف فيها كي البوبيه. اي صح. ما شاء الله. نعم. قالوا واحد النهار هاي تقري زعما بديت نتعقل شويه. نعم. جابت واحد النهار دخلت القاعه وصلت السبوره وحطت واحد حاجه اله في يدها هكذا حطتها. اله موسيقيه. ما كانش باينه موسيقيه كانت. نعم. أمواتي. نعم. ما كانش. راحت للطابل والسبوره بدات تعمل واحد ليلين هكذايا دي تخي. مادموازيل aujourd'hui on fait pas la lecture ولا قالت لي مكتغي كلمتو غير كلم غير تخمكيل كتبت واحد الحروف هكذا قلت لها مدام سي كوا سا قالت لي شو ديغي ابخي من بعد كتبت كلكو نوت هكذا
وقعدت وجبدت واحد الآلة دارت يعني ان بوختي فوق الصبورة بعد فهمت يعني ولا كلي دو كلي سول كلي نوطات نعم عزفت واحد القطعة شابة بزاف ساكي عزفت لك هذيك المقطوعة جيتي لو سول تهدنت قلت لها جوي اوكور جوي اوكور قالت لي مقطع فيان فيان رحت عندها قعدت خدامها يا عجبت بعد قلت لها مدام سي 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 كيسكو سي 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 لا ميوزيك كومون سا سابيل قالت لي سا سي لا تخويت دو شوبير الله الله شوبير لو غران كومبوزيتور لو غران كومبوزيتور يونيفرسال لا تخويت دو شوبير شحال شابة بزاف عجبتني وساتني في حالي والله غير قلت لها سي بيان برافو صفقني على كلاس وناديت لها هراج نادو الدراري صفقوا فرحانين بها ما شاء الله قالت لي دوغينافون سي تي ريست ساج Je vais ramener la mandoline plusieurs fois, comme ça, je vais jouer pour toi. Ah. Et elle l'a fait. La truite de Schubert. Si Mohamed Mokhtari, elle a bien aimé la truite de Schubert, elle a aimé avec mademoiselle, la maîtresse. Je vais vous donner. في المزمومة بلس يا في المزمومة الله في المزمومة يا في الموندولين صحة الله يعطيك الصحة شابة شابة بزاف إيه هذه هدناتك يعني كنت سمعنا بالمندولين حاجة واحدة أخرى ما شاء الله ما شاء الله ممكن سي مختاري ناخذ فاصل ونعود ونرجعوا يلا تفضلي يعيشك ربي يحفظك أعزائي المشاهدين لا تبتعدوا فاصل ونواصل